أهلا بكم من جديد. شهد المتحف القومي للحضارة المصرية إقبالا كبيرا بعد نقل 22 مومياء ملكية ثمينة من وسط القاهرة إلى مقرها الجديد في المتحف الضخم الواقع جنوبي العاصمة. واستكشف الزوار المتحف القومي للحضارة المصرية المقام في حي الفسطاط حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر. بعد يوم من نقل 22 من المومياوات الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في المتحف الوطني للحضارة المصرية، في موكب مبهر ومهيب نقل مباشرة على التلفزيون، استيقظ المصريون مندفعين لزيارة المتحف. الابهار ابتدى من امبارح الصراحه، من الحفله الرائعه اللي كانت معموله والاوركسترا والمزيكا، يعني الموضوع ابتدى من امبارح. لما صحيت الصبح حسيت لا، انا لازم اكون من اول 100 بني ادم يجي يتفرج على المتحف ده وجماله. كان لازم نيجي نشوف ونتمتع بالجمال ده، يعني الروعه والفن الراقي جدا. يعني ده مهم بالنسبه لكل مصري، لازم يجي يبص على اثار بلده. المتحف الضخم افتتح حديثا في حي الفسطاط في القاهرة، حيث كانت أول عاصمة إسلامية لمصر، ويضم بين أروقته كنوزا للحضارات التي ازدهرت على أرضها. عندنا العصر القبطي والإسلامي وبعض الأشياء اليهودية اللي موجودة في هذا الأحقاب المختلفة اللي مرت بها مصر، فكل قطعة في حد ذاتها متفردة، وكل فيترينة بتحكي قصة تقدم المصريين وحضاراتهم في مختلف المجالات. رمسيس الثاني رع ميسي ميري آمن، أي وليد رع ومحبوب آمون، والملكة حتشبسوت أقوى ملكة حكمت مصر بلحية مستعارة للتغلب على التقاليد التي تعطي المرأة دورا ثانويا في التسلسل الهرمي الملكي. ومومياوات دفنت منذ حوالي 3000 عام في مقابر سرية بوادي الملوك ودير البحري بالقرب من مدينة الأقصر الجنوبية. ستخضع جميعها للترميم المختبري لمدة 15 يوما قبل عرضها في منزلها الجديد، مصحوبة بسيرة ذاتية موجزة، ثم تعرض للجمهور بعد أسبوعين. متحف من أجمل وأعرق المتاحف اللي موجودة في القاهرة، لأنه طبعا دامج بين حضارات كتير وثقافات كتير، ابتداء من عصر ما قبل الأسرات لحد كل العصور اللي مرت على مصر طبعا، ودي حاجة مش شوية وحاجة مش قليلة. قريبا سيفتتح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، فالحاضر يعانق الماضي ويستنجد به، على سحره يعيد الزوار إلى مصر التي ترنحت فيها صناعة السياحة بعد أن أنهكتها الاضطرابات السياسية وجائحة فيروس كورونا.